يتوحش في دول ويتراجع في أخرى، ويفرض قيودا تضيق بها ذرعا جماعات شتى. هي قصة فيروس كورونا التي لا تزال لغة الأرقام تكتب فصولها. عالميا أكثر من 151 مليون شخص أصابهم، فيما زاد عدد الأرواح التي حصدها عن 3,300,000. خارطة ضحاياه تبدو متفاوتة بين أجزاء كوكب الأرض. في البرازيل حطم الفيروس رقما قياسيا شهريا جديدا في أعداد ضحاياه، مع رصد ما يزيد عن 82 ألف ضحية خلال شهر أبريل. وفي الهند سجلت أكثر من 400 ألف إصابة جديدة. أغرق النظام الصحي والمستشفيات باتت على حافة الانهيار، ومحارق الجثث تعمل بكامل طاقتها. وضع كارثي دعا المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إلى نصح نيودلهي بفرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما سارعت روسيا لتزويد الهند ب 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك المضاد لكوفيد 19. وبينما تبدو الصورة قاتمة في بلدان، تبدو وردية في أخرى. تفاؤل يسود في المملكة المتحدة مع انخفاض أعداد ضحايا الفيروس لتصل إلى أقل من 10 أشخاص في يوم واحد وإصابة نحو 2000. انخفاض عزاه مختصون إلى حملة التطعيم الواسعة النطاق. وبموازاة سلاح اللقاح أطلق البابا فرانسيس ماراثون صلاة، داعيا المؤمنين إلى تخصيص شهر مايو للصلاة من أجل انتهاء الجائحة، في مبادرة تشمل 30 مزارا حول العالم. وفي الأثناء لا تزال دول تصارع الفيروس عبر فرض قيود صارمة ضاق بها ذرعا أفراد خرجوا متظاهرين ضدها في السويد وفنلندا وبلجيكا التي شهدت عاصمتها بروكسل مواجهات مع قوات الشرطة. وما بين الضحايا واللقاحات والاحتجاجات يسود أمل بقرب كتابة الفصل الأخير من قصة فيروس كورونا بإعلان هزيمته وعودة الحياة إلى طبيعتها.